بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على differentiation. لما نشوف يا جماعة differentiation بيقول لي إيه؟ let's a given figure اللي هو قدامنا دوت. طبعا في عندنا هنا يا جماعة دي function. الكيرف ده بالنسبة لي عبارة عن إيه؟ function. مثلا عليه two points A و B. ال A هي ال x1 ال y اللي هي ال f of x1. ال B هي ال x1 plus ال h زي ما خدناها في الدرس اللي فات rate of change اللي هي بدل ما نقول x2 هنسميه x1 plus h وال y اللي هي ال f of x1 plus h. طب انا عندي الكيرف ده كده ال y ادي الفانكشن الاصلية اللي رسمت الكيرف ده بتاعها وعليه 2 points ال a وال b. are any 2 points on this curve then؟ فبيقول لي ac. طبعا خدوا بالكم انا عندي من ال A C ده بالنسبة لي اللي هي ال X2 minus ال X1 اللي هي ال H, وال B C بالنسبة لي اللي هم عند ال 2 points دول أكني بسألكوا على ال X وال Y بتاعتهم, هي عبارة عن ال F of X1 plus H minus ال F of X1 اللي هي بالنسبة لي مين, خدوا بالكم اللي هي ال variation. يبقى ال variation over H ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو ال average. وبالمناسبة احنا كنا واخدين ده يا جماعة هو السلوب بتاع تان سيتا, السلوب او اللي هو تان سيتا. تان سيتا اللي هي مش التان بتساوي opposite, opposite على adjacent. يبقى الفاريشن اوفر اتش, يبقى التان سيتا بالنسبة لي او السلوب هو زي ما احنا شايفينه كده. بيقول لي ايه في الحالة ديت؟ بيقول لي يبقى هو السلوب بتاع السيكنت اوف اي بي, السلوب هو مين؟ هو تان سيتا اللي هو f of x1 plus h minus f of x1 over h. طيب بيقول لي لو احنا في عندنا a point, طيب a is a fixed point and if we imagine that the point b moves on the curve of this function towards the point a, then c moves towards the a also. بيقول لي ايه؟ بنقول لو احنا تخيلنا ان ال b دي عماله تقرب لل A وبالتالي برضو C هتقرب معاها لمين؟ لحد ال A. في الحالة ديت فبنقول السلوب في of this tangent, التانجنت اللي هو مرسوم زي ما انتم شايفينه دوت لعند البوينت اللي اسمها A, هو بالنسبة لي هو عبارة عن tan alpha. واخدين بالكم ده بالنسبة لي السلوب عند البوينت A, فهو السلوب دوت عامل مع الاكس الكيرف دوت اللي هو التانجنت, عفوا التانجنت ده عامل مع الاكس اكسس انجل اسمها الفا. فبيقول لي لو احنا خدنا بالنا التان الفا بالنسبه لي هي عباره عن مين في الحاله ديت؟ هي عباره عن ليميت الافريج على اساس ان البي بتقرب للاي والسي تقرب للاي. في الحاله ديت فبيقول لي السلوب اوف ذا تانجنت عند البوينت اي هو نفسه هو الريت اوف تشينج اوف الفانكشن. يبقى دلوقتي المعلومه اللي بنستفيدها ان سلوب هو بالنسبه لنا مين؟ السلوب اوف تانجنت تو ذا كيرف ات اني بوينت هو بيساوي الريت اوف تشينج عند البوينت ده. وهنيجي نسميه دلوقتي حاجه زياده يا جماعه, ان بنسميه عندنا فيرست ديريفاتيف اوف فانكشن اللي احنا هنديله سيمبلز. ساعات نكتبها دي واي باي دي اكس او نسميها واي داش او نسميها اف داش او دي دي باي دي اكس اوف اف اوف اكس, دول كلهم اسمهم عندنا الفيرست ديريفاتيف اللي هي بالنسبه لي ريت اوف تشينج. تمام. ممكن زي ما بيقول لي فايند ذا سلوب اوف ذا تانجنت, احنا اتفقنا السلوب اوف ذا تانجنت هو الفيرست ديريفاتيف هو الريت اوف تشينج هو اللي احنا بنسميه واي داش او الاف داش. بيقول لي انا عايزك تحسب لي فايند ذا سلوب اوف ذا تانجنت تو ذا كيرف الفانكشن دي عند البوينت A 25, عايز احسب السلوب. then find the measure of the positive angle which the tangent makes with the positive direction of x axis at point A to nearest minute. دلوقتي اول حاجه يا جماعه احنا هنحسب زي ما كنا f of كام of f of x, اول شيء احنا مديك الاكس بكام في البوينت ب2, يبقى احنا هنحسب f of 2 يبقى 2 باور 3 minus 3 هيديني كام؟ 5. ده اول شيء عندي. تاني حاجه السلوب of the tangent, السلوب هو مين قلنا يا جماعه؟ هو السلوب هو الريت اوف تشينج اللي هو ليميت اف اوف 2 بلس اتش ماينس اف اوف 2 اوفر اتش. مين هي ال 2 دي؟ جت منين؟ لان هي الاكس عندي, الاكس عندي بكام؟ ب 2. احنا قلنا السلوب هو الفيرست ديريفاتيف هو الريت اوف تشينج,
طيب هنيجي نكتبها اهو يا سيدي، اهو f of 2 plus h minus f of 2. هنعوض فين يا جماعة؟ ما نسرحش ناخد بالنا اللي احنا بنعوض في الفانكشن دي. هتبقى بالنسبة لي 2 plus h باور 3 minus 3 minus f of 2، يبقى 2 باور 3 بلس 3. طبعا البلس دي جت منين؟ ان في ماينس، الماينس بيغير اشارة اللي بعده، يبقى ماينس اكس اهي ماينس ماينس 3 اتحولت لايه؟ لبوزيتيف 3. هنكنسل النيجاتيف 3 مع 3، هيبقى لي الاثنين دول. لو جينا نطبق ثيرم 4 هتلاحظوا هننزل الباور ونكتب البيز وننقص من الباور كام؟ 1. هتطلع معايا 3 باي 2 باور 2 ايكوال كام؟ 12. ده كده بالنسبة لي السلوب. طيب لو هو عايز الانجل، مش احنا قلنا يا جماعه تان سيتا اللي هو السلوب بيساوي كام؟ ما احنا لسه حاسبينه حالا، طلع بكام عندي؟ ب 12. وبالتالي لو انت عايز السيتا يبقى هعمل شيفت تان 12 هيديني الانجل اللي هو عايزه. بالمناسبه لو خدنا بالنا من حاجه يا جماعه، طب لو انا طبقت قواعد الديريفاتيف اللي هي في درس الرول اوف ديريفاتيف او رولز اوف ديفرنتيشن، هو الديريفاتيف كنا بنجيبه ازاي؟ هننزل الباور وننقص منه 1 هتبقى 3 اكس باور 2، واي كونستانت بزيرو. عشان كده السلوب هيبقى 3 اكس باور 2. هنشيل الاكس باور، يعني بدل ما اعمل ده كله، شايفين الستبس دي كلها، كان يكفيني اجيب هنزل الباور يبقى 3 اكس باور 2، وهنشيل الاكس ونحط مكانها كام؟ 2، هيديني 12 على طول. تمام؟ يبقى تان سيتا ايكوال 12، ده اللي هو السلوب اللي هو بيساوي تان سيتا. اعمل شيفت تاني اطلع الاجابه ديت. تمام؟ نيجي بعد كده example تاني، بيقول لي find the first derivative for each of the functions defined by the rule. انا بصراحة اخترت function، قلت يلا نجيب الايه؟ ال f داش. طيب هنستخدم ايه؟ باستخدام بيقول لي اول حاجة هو عند ال x ب 1. قبل ما تكمل، هو الدومين بتاع الفانكشن دي ايه هو؟ نبص على الدينومينيتور، هي كل ال real numbers are except ال negative 3. يبقى انت ممكن تعوض باي رقم ما عدا ايه؟ النيجاتيف 3، عشان هو قال لي اكس ب 1، اشوف هتنفع اصلا ولا ما تنفعش. ينفع نعوض بال 1 طبعا. طيب هنيجي ايه؟ اف اي از ديفايند ات اكس ايكوال 1، الاف اوف 1 بالمناسبه بكام؟ نيجاتيف 1 اوفر 4. طيب احنا عايزين نجيب الاف داش اللي هي الفيرست ديريفيتيف اللي هي الريت اوف تشينج، هيبقى اف اوف 1 بلس اتش ماينس اف اوف 1 اوفر كام؟ اتش. احنا هنعوض فين؟ في المساله دي. هتبقى بالنسبة لي كده، بدل ما اعمل over h هكتبها 1 over h. يلا مع بعض، x هنشيلها نحط مكانها 1 plus h، ال minus 2 زي ما هي، x هنحط مكانها 1 plus h، وال plus 3 زي ما هي، minus negative 1 over 4 اللي هي تتحول لكام؟ positive 1 over 4. طيب هنيجي نعمل simplify، طبعا ال 4 هيديني ال 1 minus 8 minus 2 هيديني h minus 1. ال h زي ما هي 1 بلس 3 يديني 4 بلس 1 اوفر 4 باي 1 اوفر h. طيب هنكمل ازاي؟ هنيجي نعمل هنا كروس مالتيبليكيشن، اللي تحت هعملهم باي اهي، وفوق هعمل كروس مع بعض، 4 باي h اللي هي 4 باي h ماينس 1 بلس 1 باي h بلس 4 اهي. هنكمل السمبليفاي بتاعنا، هيحصل معانا كالتالي، هندخل ال h هنا جنب ال 4 هتبقى 4 h والبراكت زي ما هو، 4 by h 4 h 4 by negative 1 negative 4 plus h plus 4 زي ما هي، 4 h plus h هيديني 5 h، والnegative 4 هتروح مع ال 4، هنكنسل h فوق مع ال h تحت، هيبقى لي يا جماعه بعد ما عملناها simplify فوق وتحت، هنكنسل h دي مع ال h دي هيديني 5 over 4. اخر خطوه نشيل ال h ونحط مكانها 0، هيطلع لي ال value 5 over 4 by 4 يعني 5 over 16. مع ملاحظة حاجة، أصلا لو أنا عندي الفانكشن دي جيت أجيب الفيرست ديريفيتيف بالرولز هتبقى أسرع وأسهل معايا للفيرست ديريفيتيف اللي هي قاعدة الكوشنت يا جماعة، اللي احنا بنعمل الدينومينيتور باور 2 ديريفيتيف اللي فوق باي اللي تحت ماينس ديريفيتيف اللي تحت باي اللي فوق، ونحط الإكس بكام؟ ب1. نيجي بعد كده إكزامبل كمان، بيقول لي ايه؟ if f of x equal ax bar 2 plus b where a and b are two constant. انا معايا function يا جماعة فيها two constant زي ما انتوا شايفين اللي هما ال a وال b، and the slope of the tangent to the curve at this point lying on it equals 8. find the value of a and b. اولا يعني ايه slope هنا؟ اتفقنا slope of tangent المقصود بايه؟ ال y داش
اللي هو الاف داش اللي هو الفيرست ديريفيتيف اللي هو الريت اوف تشينج. طيب تعال نشوف السلوب اللي هو الاف داش اوف 1، احنا ليه قلنا 1 عشان الاكس ب 1 بكام؟ ب 8. طيب نستخدم الرول بقى، الفيرست ديريفيتيف هو الريت اوف تشينج، هنعمل ايه؟ يبقى اف اوف 1 بلس اتش ماينس اف اوف 1 اوفر اتش. هنيجي نعوض، هنعوض فين يا جماعه؟ هي فين الفانكشن؟ اهي ال a زي ما هي، هنشيل ال x ونحط مكانها 1 بلس h بس باور 2 بلس b زي ما هي، ماينس هنشيل x ونحط 1 هيبقى ماينس a 1 باور 2 ب 1 يعني a بلس b اهي اوفر h. هنيجي نعمل لها سمبليفاي بعد ما هندخل نفك البراكت دوت وهنعمله باي ال a، هيطلع معايا الفاليوز ديت في النهايه بعد السمبليفاي يا جماعه. ال a هتروح مع ال a، ال b هتروح مع ال b، هيبقى لنا الفاليوز ديت، هنكنسل اتش مع اتش، واحده من فوق واحده من تحت، او كانك بتاخد الاتش فوق كومن فاكتور ونكنسلها مع الاتش تحت، هيبقى لي 2a بلس ah. ساعتها هنشيل الاتش ونحط مكانها 0، يبقى الفاليو دي كلها راحت، هيبقى لي في النهايه 2a. مع ان برضو بنرجع نقول تاني، لو احنا كنا طبقنا الرولز اوف ديريفاتيف اللي هي ايه يا جماعه؟ بننزل الباور وننقص منه 1 هيديني 2a x، والبي ده كونستنت بزيرو، يبقى هيطلع في الاخر الاكس ب 1 يبقى 2 باي a. يبقى ديت بالنسبه لي برضو بتبقى اسرع معايا ان انا استخدم الريت اوف تشينج. طيب بعد كده احنا كده عرفنا ليه، بس خدوا بالكم ده مديني الاف 1 بكام؟ احنا قايلينه ب 8، يبقى 2a equal 8، وبالتالي ال a equal 8 division 2 equal 4. طيب اخر حاجه احنا دلوقتي عايزين عرفنا الاي، مين اللي ناقص عندنا؟ البي. طب ما احنا نعوض في الفانكشن الاصليه ازاي؟ مش البوينت دي موجوده على الفانكشن؟ طب ما انا اشيل الاكس واحط مكانها 1 والاي واحط مكانها 4، البي ما اعرفهاش، والريزلت بكام؟ بنيجاتيف 1. اف اوف 1 بنيجاتيف 1 اهو، الاي باي 1 بار 2 يعني اي باي 1 بلس بي ايكوال نيجاتيف 1. الاي قلنا 4، 4 بلس b بنيجاتيف 1 يبقى ال b بكام؟ نيجاتيف 1 ماينس 4 ايكوالز نيجاتيف 5. لغاية هنا يا جماعة بنكتفي بهذا القدر، ونشكركم على مشاهدتكم الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات لاحقة بإذن الله. شكرا ليكم.